أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الطمأنينة واجبة في الصلاة؟ وهل الذي لا يقيم صلبه في الصلاة في الركوع تصح صلاته؟ أما الطمأنينة فهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة، بدليل الحديث أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاد الرجل وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، عاد الرجل وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صل فإنك لم تصلي، لماذا؟ لأنه ترك الطمأنينة، فدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا يعذر أحد بتركها، ولو كان أحد يعذر بتركها لعذر هذا الرجل الجاهل. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. بقيت السؤال؟ نعم، بقية السؤال غير الطمأنينة. وهل تصح الصلاة؟ ما تصح الصلاة بدون الطمأنينة. الرسول قال صل فإنك لم تصلي، لأنه ترك الطمأنينة. نعم.